صباح الخير على كل السادة المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم صباحك عندنا. في البداية النهاردة اسمحوا لي أن أنا أقدم خالص التعازي لأسر المتوفين في حادث قطار الإسكندرية واللي وصلوا لحد النهاردة حتى هذه اللحظة ل 42 مواطن. كمان بنأكد على أن احنا بنساند المصابين اللي وصل عددهم لأكثر من 170 مصاب. النهاردة حلقتنا هتكون حلقة خاصة عن متابعة الحادث ده. هنحاول نحن نحط روجيت علشان نقدر نوصل لمواجهة هذه المأساة اللي للأسف الشديد بنشهدها في مصر وهي حوادث القطارات المتكررة. يمكن حتى في فقرتنا النهاردة هيكون مع الدكتور محمد وهدان أستاذ بجامعة الأزهر وهنتكلم فيه عن الفساد وإزاي إن الفساد زيه زي الإرهاب على فكرة. يعني الفساد زيه زي الإرهاب. لما الدولة كلها بتواجه هذا الخطر اللي هو الإرهاب وبيحصل أزمة والناس بتموت بسبب الإرهاب برضو الناس بتموت بسبب الفساد. هنشوف الفاسد ده طريقة تفكيره عاملة إزاي، رزقه هو شايف رزقه قليل محتاج إن هو ياخد فلوس أكتر أو مثلا ينام وما يروحش الشغل، أيا كان يعني ايا كان، بس في الاخر بيبقى ده شكله الفساد، بيبقى ده شكله، بيبقى ده وقعه على الارض. خليني بس في البدايه قبل ما نبتدي بقى نتكلم معاكم في الجد ونخش بقى في الملف الخاص بالحادثه النهارده، خليني اخد معاكم اخر واهم الاخبار. السيسي يامر بالتحقيق ومحاسبه المسؤولين في حادث قطاري الاسكندريه. ارتفاع أعداد وفيات حادث القطارين إلى 42 والمصابين ل 179، وزير النقل يوقف 2 من مسؤولي تشغيل بالسكة الحديد. سبعة وثمانين ألف طالب يبدأون تنسيق المرحلة الثالثة وانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة. طرح أول وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الأسبوع المقبل. الوطنية للصحافة ورؤساء التحرير يبحثون اليوم إصدار مدونة أخلاقية للنشر. سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية اليوم. اليوم أولى جلسات محاكمة 41 متهماً في قضية الإتجار بالأعضاء البشرية. رجعنا لكم تاني بعد آخر وأهم الأخبار، وزي ما كنا بنتكلم معاكم قبل كده قبل الفاصل وقبل سنة وقبل سنتين إن الفساد زيه زي الإرهاب. في سيناء على سبيل المثال بتحصل عمليات إرهابية، لما بتحصل العملية الإرهابية بتستهدف أبنائنا، أو هنا في مصر أو في القاهرة بتستهدف أبنائنا. إيه اللي بيحصل؟ الدولة كلها بتقوم عشان تتصدى للإرهاب ده علشان إيه؟ تحمي أرواح المصريين، لأن هو ده التهديد. التهديد الإرهابي هو نشر الموت. كان نفسي من زمان بصراحة إن الدولة المصرية تنتفض في مواجهة الفساد زيها زي انتفاضها في مواجهتها ضد الإرهاب. على فكرة واحنا بنتكلم عن انك انت تنتفض علشان تواجه الفساد مش معنى ده انك تشيل وزير، لا. ليه؟ لان ممكن يكون عندنا وزير كويس اصلا عايز يصلح الامور، مش جاي على هوا بعض الفاسدين في القطاع اللي هو شغال فيه او القطاع اللي هو ماسكه. فنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ازاي الوزير نمشي؟ ازاي الوزير يمشي؟ خبط قطرين في بعض. خبط قطرين في بعض واحنا قاعدين مكاننا. والوزير هيمشي. او اخرهم ينقلونا من حته لحته. طب ده معناه ان تغيير الوزير مش هو الحل، زي ما حصل قبل كده كتير.
محتاجين ان احنا نواجه المشكلة من جذورها من تحت. النهاردة لجنة مجلس النواب ولجنة النقل والمواصلات عاملين اجتماع طارئ عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل بالظبط ويواجهوه ازاي. بالتأكيد مأساة القطرين في اسكندرية لازم نقف قدامها فترة طويلة جدا. محتاجين دراسات، محتاجين نحلل نوصل لأسباب علشان ما يتكررش الكلام ده في مصر كل شوية. لا يمكن ننسى أبدا الحوادث اللي كانت موجودة قطر الصعيد سنة 2002، لا يمكن ننساه. وكل مرة يخرج علينا مسؤول من وزارة النقل وهيئة السكة الحديد بيتعهد بمواجهة حاسمة واحنا هنحاسب المقصرين، وان الكارثة دي اللي يعني اللي بيهدر فيها دماء المصريين لا يمكن ابدا ان هي تعدي كده. بس كل شوية ما بنلاقيش اجراءات حقيقية على ارض الواقع تقدر ان هي توقف هذا النزيف، ونفضل تاني كده، تفضل الناس كده خلاص عدت الحادثة ما نتكلمش فيها لحد ما تحصل كارثة جديدة وكارثة تانية. احنا في برنامج صباحك عندنا قلنا لا، الكلام ده من شهرين ونص ثلاث شهور، ونزلنا بنفسنا على فكرة وبكاميراتنا وقلنا احنا عايزين نطمن على المنظومة اللي موجودة في سكة الحديد مصر، ورحنا هيئة سكة الحديد مصر واطمننا وشفنا السيستم المحطوط وشفنا البرنامج اللي محطوط وشفنا ازاي بيراقبوا القطارات وشفنا الحاجات اللي هم عاملينها علشان ما يحصلش تصادم للقطارات مرة تانية. شفناه موجود، والراجل اللي موجود هناك في هيئة السكة الحديد عايز يطور وعايز يعمل كلام كبير قوي اتقال. السؤال بقى راح فين النظام ده؟ راح فين السيستم ده؟ بلاش السيستم، راح فين الراجل المراقب؟ بلاش الراجل المراقب، راح فين سواق القطر اللي مفروض انه كان يبلغ ان في قطر عطلان؟ ولو بلغ يبقى فين اللي بعده؟ فين؟ فين؟ هل الناس دي موجودة ولا مش موجودة؟ أنا مش عايز إن الحكاية تتحول عندنا إن حوادث الإطارات في مصر تبقى هي قضاء وقدر وخلاص بقى كده. والسادة المسؤولين عن السكة الحديد نايمين في العسل. إحنا محتاجين مصارحة. يا ترى المشكلة عندنا سوء إدارة؟ هل هي سوء إدارة؟ مفيش حد بيدير كويس؟ ولا هو إهمال؟ ولا هو نقص فلوس؟ ولا هو فساد؟ ولا هو ايه بالظبط؟ زي ما قلت لكم انا كان نفسي من زمان اشوف الدولة بتنتفض، المرة دي واضح بقى ان المسألة مختلفة وان الحساب هيطول كل المقصرين. ليه؟ لان الرئيس عبد الفتاح السيسي، لازم دايما نحط كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان حاجة تتعلن، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر تعليماته بفتح تحقيقات عاجله بشان الحادث وعرض النتائج عليه شخصيا في اسرع وقت ممكن. يبقى في حاجه الناس دي هتتحاسب. كمان النهارده اعرب الرئيس عن خالص تعازيل اهالي الضحايا، واكد ان الدوله هتسخر كل امكانياتها عشان توفر الرعايه الكامله لهم وللمصابين. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ليها ان الرئيس وجه جميع اجهزة الدولة والمسؤولين المعنيين بمتابعة تطورات الحادث وتشكيل فرق عمل للتحقيق في ملابساته والتعرف على اسبابه ومحاسبة المسؤولين عنه. طيب الموقف على الارض ايه دلوقتي؟ احنا معانا الاستاذة هناء ابو العز مسؤولة ملف النقل والمواصلات باليوم السابع. استاذة هناء الاول صباح الخير. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذه هناء. احنا على الارض فين؟ احنا دلوقتي حصل لحد الساعه 7 الصبح كان بيتم رفع كل الاثار
القطار المصطدم بقطار آخر. الحقيقة طبعا تم العثور كمان على أشلاء طبعا مجهولة الهوية حتى الآن. لحد ما وصل دلوقتي عندنا عدد القتلى أو عدد الضحايا المتوفيين رسميا 41 متوفي و 182 مصاب. تم خروج 34 مصاب منهم من مستشفيات اسكندرية اللي استقبلتهم. تمام. الوضع مين اللي راح؟ مين اللي راح أرض الواقع شاف هناك يعني الحادثة دي؟ مين اللي راح شافها؟ احنا التقينا امبارح بوزير النقل وايضا وزير التنميه المحليه ووزيرة التضامن الاجتماعي. قالوا ايه؟ كمان وزير النقل كان ليه تصريحات مهمه جدا، قال فيها ان الخطا حتى لو كان خطا بشري من قبل سائق القطار فهو ايضا هو خطا في منظومه الاشارات الالكترونيه اللي لم يتم تطويرها حتى الان. وقال فعلا ان السكه الحديد من 40 سنة لم يتم يعني عمل إصلاحات في تطوير الإشارات الإلكترونية اللي من شأنها إن هي تتفادى أي خطأ بشري أيا كان. ده كده تصريحات الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللي أكد طبعا إن هو متحمل المسؤولية كاملة وإن أي تعويض لن يكفي ضحايا المتوفيين والمصابين. كمان كان في المهندسه نادية عبده محافظ البحيره وصلت برضه لموقع الحادثه لقربه من المحافظه، واكدت ان الحقيقه يعني كان ليها تصريحات شديده تجاه سائق القطار اللي قالت لو عايش لابد ان يحاكم بالاعدام لانه تسبب في هذه الكارثه. سواقين القطارات كانوا في النيابه العامه امبارح، كمان النيابه العامه والنيابه الاداريه اللي انتقلت لموقع الحادث واستمعت لاقوال. طب انا عندي سؤال بس هنا الاول، سائق القطار دايما بيبقى في العربه الاولى صح كده ولا انا غلطان؟ نعم. طب ازاي السواق بتاع القطر اللي كان جاي من القاهره السواق بتاعه لسه عايش يعني؟ طيب هو حضرتك لما حصل الاصطدام كان في قطار خط بورسعيد كان متوقف في المنطقة. تمام. والقطار قطار القاهرة كان جاي بسرعة شديدة جدا، ولما شافوا اللي حصل ان القطر يعني بعد عن القضبان، فلما بعد عن القضبان مشي في حتة زراعية، فهنا سواق القطر نط من القطر في الحتة في المنطقة الزراعية قبل ما يصطدم. يعني سواء القطر نط من القطر قبل ما القطر يخبط في القطر التاني. بالظبط. وفضلنا كتير الحقيقه مش عارفين مصير سواء القطر، مش عارفين هو كان مصاب ولا متوفي، لحد ما تم يعني سلم نفسه وداخل قسم الشرطه والان بيتم اجراء التحقيقات معاه. نعم، انا بشكرك جدا الزميله هناء ابو العز على هذه المداخله. كمان عايز اقول لكم إن النائب العام المستشار أحمد صادق أمر بالتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين في الإطارين، طبعا ده مع تشكيل لجنة فنية بقى من الخبراء المتخصصين عشان يفحصوا السيمافورات وأبراج المراقبة الكائنة بمنطقة الحادثة. وتم استدعاء مسؤولي هيئة السكة الحديد علشان يسألوا عن الواقع، و اعتقد ان بيتم معاينة الاطارين دلوقتي في هذا التوقيت، وطبعا بيتم التحفظ زي ما قلنا لكم على الصندوقين الاسودين ويشوفوا مدى صلاحية الفنية ليهم وابراج المراقبة اللي موجودة، هل هي برضو صالحة ولا لا، تفريغ المعلومات المسجلة اللي موجودة في الصناديق المتحفظ عليها. ومحتاجين بقى ان احنا كمان كاعلام وكمواطنين نفهم ايه اللي حصل. طيب انا معايا سيادة المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية. سيادة المستشار الأول صباح الخير. صباح الخير يا فندم. طبعا تعازينا لكل مصر النهاردة في هذه الحادثة اللي احنا كل مرة لما بنتحدث بنقول يا جماعة احنا عندنا مشكلة، احنا عندنا مشكلة. هل احنا عندنا مشكلة إدارية من وجهة نظركم؟ هل في فساد ما موجود؟ وجه الفساد هنا شكله عامل ازاي؟ يعني انتوا تنظروا اليه ازاي؟ طبعا
طيب يعني بداية زي ما حضرتك تفضلت وذكرت خالص التعازي بالنيابة عن معالي المستشار رشيدة فتح الله رئيس الهيئة وبالأصالة عن نفسي للشعب المصري كله في ضحايا حادث الأمس. زي ما حضرتك تفضلت كده فكرة أن يسقط هذا العدد من الضحايا نتيجة حوادث متكررة لمرفق واحد ده بيؤكد أن احنا عندنا خلل ما، خصوصا لو جينا خدناها بشكل تاريخي لقينا أن عندنا العديد من الحوادث التي وقعت وخلفت العديد من الضحايا، وكانت النيابة حتى وهي بتحقق لا تكتفي بإحالة المتهمين إلى المحاكمة بل كانت بتضع توصيات في ضوء ما تكشف لها من التحقيقات بالخلل في المنظومة كلها، إيه المشكلة اللي عندنا سواء كانت في العنصر البشري أو في ضرورة الميكنة والتطوير للمرفق بالكامل. تمام. حقيقة الأمر إن إحنا لو فضلنا نعالج الأمور بفكرة إن إحنا هنحاسب المتهمين طبعا ده أساسي وضروري جدا، ولكن بالإضافة لده لابد من علاج الخلل اللي موجود في المرفق نفسه. الكلام ده لابد من السلطة التنفيذية ولابد من الجهات المسؤولة عن وضع خطط لتطوير هذا المرفق، لأن لا يمكن بأي حال من الأحوال مهما كانت المبررات سواء كانت الميزانية المحدودة أو الأموال لا يمكن أن دي تكون مبررات لما نتحدث عن حياة المواطن المصري اللي هي أثمن ما تملكه مصر. في الحالة دي لازم كلنا نقف ونعالج أوجه الخلل ده، إلا سنضطر الى ان نجلس مثل هذا او يعني سنضطر الى ان نعيد مثل تلك الاحوال مره تلو الاخرى. طيب سياده المستشار، كان زمان بيتقال دايما شيل الوزير اول حاجه اول حاجه كانت بتحصل شيل الوزير، هل النموذج ده لسه مقبول ان احنا مجرد نشيل الوزير والمتسبب الحقيقي وراء هذه الكارثه مجرد يتنقل من مكانه؟ انتوا هتستمعوا لمين يعني التحقيقات شكلها عامل ازاي؟ طيب هو امبارح يعني بعد وقوع الحادث مباشره حوالي الساعه 2 وربع عصرا كانت معالي المستشار رشيده فتح الله كانت امرت على الفور فريق من التحقيقات سواء من مكتب فني رئيس الهيئه او من نيابه اسكندريه انتقل لموقع الحادث، اجرى المعاينه لمكان الحادث وتم سؤال العديد من الاطراف سواء كانوا من كانوا متواجدين في مسرح الحادث او من كانوا مسؤولين عن تسيير القطارات اللي كان منهم ممكن سؤاله امس، وما زالت التحقيقات جاريه يعني النهارده هتستكمل التحقيقات وفي انتظار طبعا تقارير اللجان الفنيه المتخصصه اللي هتقول لنا السبب الفني للحادث وبالتالي يتم تحديد المسؤول عن هذا الحادث. ده فيما يتعلق بالمتهمين، لان اكيد عندنا يعني حادث بهذا الشكل لابد ان يكون هناك اهمال وخطا جسيم ترتب عليه هذا الحادث، لكن بالاضافه اتفضل. دايره المسؤوليه هنا من وجهه نظركم ممكن تقع لحد الوزير ولا لا؟ لان الوزير هو بيضع خطه فقط للعمل ومش متدخل بشكل مباشر في عمليه التشغيل. طيب يعني هو فيما يتعلق بالمرفق ككل دي مسؤوليه الدوله بالكامل يا فندم، يعني احنا بنتحدث هنا عن تمويل ضخم جدا بيحتاجه هذا المرفق حتى يتم تجديده ويتم كل ما قللنا الاستعانه بالعنصر البشري وزودنا العنصر الالكتروني كما تحدث في جميع الدول المتقدمه كل ما قللنا احتمالات مثل تلك الحوادث. الكلام ده محتاج ميزانيات ضخمه، محتاج تكاتف من اجهزه الدوله وسلطاتها، محتاج تعديل تشريعات، محتاج السلطه التنفيذيه، محتاج تخطيط. فالموضوع عباره عن مسؤوليه كبرى مشتركة لكل جهة في الدولة تقوم بدورها بحيث ان احنا نصل في الاخر ان احنا نتجنب مثل تلك الحوادث الأليمة مستقبلا. تمام. طيب التحقيقات هنا بعد كده ايه اللي هيحصل؟ يعني في ناس بتقول ان دايما بعد هذه التحقيقات وبعد هذه الحوادث التي تحدث دائما يهرب دايما او بيخرج من العقاب المتسبب الرئيسي او بيتخذ كبش فدا حد تاني على سبيل المثال، يعني ايه اللي هيحصل؟ ايه المتوقع؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ طيب يعني احنا في النيابه الاداريه فيما يتعلق بتحقيقات النيابه الاداريه ودي مش اول مره نحقق مثل تلك الحوادث كان بيتم احاله المتهمين سواء المتهمين المسؤولين مباشره باخطائهم عن هذا مثل تلك الحوادث او المسؤولين اشرافيا عليهم المديرين او الاشخاص المسؤولين عن متابعتهم ومتابعه اعمالهم ومتابعه ادائهم لواجباتهم. ده شق. اما الشق العلاجي او الشق الجراحي الاخر اللي يحتاجه المرفق ده شق اخر. طيب يعني انا عايز اتكلم في الشق الاولاني اللي هو شق العقاب، لان ايه؟ من امن العقاب اساء الادب. ايه العقوبه القصوى اللي ممكن حد تحصل له من قبل النيابه الاداريه او يعني خلينا نقول انتوا بتطلبوا بايه يعني؟ طيب يعني احنا في عندنا هنا شقين للجريمه، شق اداري ده قد يصل العقوبه فيه الى الفصل من الخدمه بالكامل، وشق جنائي احنا عندنا هنا قتل خطا لضحايا لعدد ضخم من الضحايا قد تصل فيه العقوبه الى السجن لمده 7 سنوات. دي يعني دي اقصى عقوبه ممكن حد ياخدها 5 سنوات في مثل هذه الامور اللي هو القتل الخطا. تمام يا فندم. تمام. وفصل من المنصب الاداري اذا ثبت عليه ان هو كان اخطا يعني. تمام. انا بشكرك جدا سياده المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئه النيابه الاداريه على هذه المداخله. كمان معانا
سيادة النائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. سيادة النائب الأول صباح الخير. صباح الخير لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا خالص تعازينا، وأنا بقدر جدا 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 الدور اللي بتقوم به لجنة النقل والمواصلات داخل مجلس النواب بإعلانها اجتماع طارئ اليوم علشان يشوفوا هذه القضية. بشكركم على التحرك السريع ده يا فندم. لا، هي لجنة النقل والمواصلات حقيقي من أنشط، مش عشان خاطر أنا رئيسها وأنا ضمن أعضاء لجنة النقل والمواصلات، حقيقي من يوم من أول دور انعقاد لغاية النهاردة هي لجنة تبغي مصلحة مصر، لجنة دؤوبة في كشف عن الأخطاء، دؤوبة عشان تحط سياسات واضحة لهيئات وزارة النقل، وربنا يسهل في خلال الدور الانعقاد القادم إن شاء الله الدولة هتشوف أو جمهور مصر هيشوف خطط كاملة وخطط مدروسة، مش خطط ورقية وزي ما قدمت قبل كده للجنة ورفضناها أكثر من مرة سواء مثل الوزير السابق أو الحالي. احنا رفضنا كم خطة بها مقدمة لينا بهذا الشأن، وإن شاء الله رب العالمين في خلال دور الانعقاد الثاني هيبقى في خطط ثانية كاملة مدروسة بخبراء مصريين مش عالميين. احنا اصلا مفروض نبقى عالميين لان احنا تاني دولة على مستوى في العالم كان عندها سكة حديد. صحيح. طيب انتوا شفتوا امبارح يا فندم الحادثة دي ازاي؟ والله انا شخصيا، ويمكن الزملاء، يمكن احنا كلمنا الزملاء وهم من غير كلام لسيادتهم بحيرة ولجنة نقل المواصلات بحيرة واسكندرية، واحنا بكلمهم حاليا قالوا لي احنا في السكه لهذا المكان، وهم كلموني من هذا المكان وشفنا ان يعني مش خطا، اوعى تقول لي اهمال وخطا وكلام. انا بعتبر هذا الموضوع زي شوف انت قاعد على البحر وشايف ابنك بيغرق، سايبه بيغرق ومش مهم يغرق، مش مهم تصوت، مش مهم تنزل تنقذه، هو نفس النظام نفس النظام. السكه حديد امبارح بيكون قطر معطل اكتر من نص ساعه وانت مش عارف توقف الاتجاهين، مش اتجاه واحد، لان الاتجاهين زي ما قلت قبل كده في قناه سابقه ان المفروض ان اوقف الاتجاهين. ليه؟ لان الناس اول ما القطر بيقف من شده الحراره وخلافه بينزلوا في الاتجاهين. صحيح. لازم النهارده عشان ارواح الناس تقوليش بقى معايا كلاكس، معايا صفاره، معايا كلام، ده مفروض انا كراجل مسؤول عن السكه حديد انا اوقف السكه حديد في الاتجاهين. هل انت النهارده ما عندكش امكانيات تليفونيه حتى توقف القطر في الاتجاهين؟ سيبك ما تقوليش عامل تحويله وكل الكلام ده كلام فاضي. كل الكلام ده احنا سمعنا كلام كتير جدا وقلنا ان احنا، وقالوا قبل كده تعرف العياط ده السكه حديد مكهربه اليا، وللاسف الوزير والسيد رئيس الهيئه قال الكلام ده واتضح ان لا في كهرباء ولا في عفيف ازرق، في جن ازرق موجود. ما عادش الكلام ده اساسا، هو خطا، يا ريته خطا غصب عننا وجت يعني خطا كان يمكن ادراكه. حضرتك بتتكلم في مش كان يمكن ادراكه، كان بسهوله، كان بسهوله يمكن ادراكه بسهوله وليس في اي نوع من الصعوبه. كان النهارده ما تيجي تقول لي قطر سكه حديد مش عارف توقف وتفرط في الاتجاهين بدون اي تحويلات ولا اي حاجه، يبقى النهارده هناك فشل الذريع اللي موجود في الحيط. مين المسؤول من وجهه نظر حضرتك؟ احنا مش انا 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 في الوقت ده انا قلت المسؤوليه هتحدد بمعرفتي بالنيابه، لكن انا بقول لسعادتك انا يهمني النهارده الخطط الورقيه اللي موجوده بتقدم للاسف للحكومه. يعني انا اقول لسعادتك سيد اسمى رئيس وزراء في يوم لقيت اعلان كده السيد وزير السابق والحالي ومع السيد رئيس الهيئه مع السيد رئيس الوزراء بيقول لك عرض تطوير السكه حديد. خلي بال سعادتك، انا جبتهم الثاني يوم على التليفون قلت لهم طب انا يعني كان اولى اشوف التطوير ده، يعني كان اولى. لم يعرض عليكم يا فندم؟ فهمني، ما انا بقول لسعادتك تعالى يا عم قول التطوير بتاعك، لقيت تطوير ورقي نظري كده بس، مش انا اللي قلت الكلام ده، اللجنه كلها اللي قالت الكلام ده. تطوير ورقي، وانا حتى يعني الكلام ده مسجل في اللجنه، قلت لهم ده حاجات شفويه، احنا عايزين حاجات يا جماعه
نعم. في خطه قدام. طب سياده النائب لما بيتكلموا عن تطوير القطارات وشفنا ازاي ان في تعاقد حصل في حدود 400 مليون جنيه في الفتره، لو انت جبت قطارات الطيارات بدون اداره هيخبطوا في بعض برضه بدون صفر. حضرتك النهارده التطوير، انت ما تركب السكه حديد والنهارده بتعاني من كل شيء، تعاني من التكييف، تعاني من معامله الراجل بتاع الشباك التذاكر، تعاني من 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 عامل التكييف اللي موجود مع عامل النظافه، تعاني من 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 قطر بيتاخر تاخيرات غير عاديه، ما تاخد في اي بي من اسكندريه لغايه القاهره المفروض ما بيقفش من محطات خالص في اربع ساعات، يبقى لما ناخد ميكروباص مش هيكفي يا دوبك هو ثلاث ساعات. ما تقوليش بقى، اوعى تفكر حياتك ان في ضعف مادي في السكه دي. مفيش نقص مادي في السكه الحديد ولا في اي هيئه من الدوله. انت معاك سياده الرئيس، بمجرد ما بتعرض عليه مشكله اعتقد باحتيالي كده ان هو بيضحي بحاجات كتيره جدا في حل هذه المشكله. انت عندك عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ ثانيا مفيش في مصر من خلال تجربه سابقه في الجهاز التنفيذي ان فيه ضعف امكانيات، في ضعف قدرات، ضعف قياده، ما فيش تواصل ما بين القيادة وما بين الموجودين على أرض الواقع، غياب رؤية إدارية موجودة يا فندم، برضو تجنب مثل هذه الحاجات. يعني أعتقد أن كان ممكن نتجنب مثل هذه الأمور وإحنا اتكلمنا فيها كتير قبل كده. أنت لو عندك غرفة عمليات، أو عندك غرفة عمليات صح، لو عندك غرفة عمليات، هو في غرفة عمليات بس يعني بيشربوا شاي، لو عندك غرفة عمليات صح بتتابع هذا الموضوع على شاشات وخلاف، أعتقد كان بأبسط الأشياء كان تجنبنا هذه الحوادث وحوادث أخرى. لكن هي كل الموضوع، احنا كل يوم بنطلق شعارات، كهربنا لغاية طنطا وقربنا طريق مصر، كهربنا كل الكلام ده أنا بعتقد هو شعارات وليست حقائق. لا لا لا، مش طيب هنزيف بقى. هنعمل إيه يا فندم الفترة اللي جاية عشان ده لا يتكرر؟ سعادتك ما أنا قلت سعادتك إن احنا إن شاء الله رب العالمين مؤقتا في اللجنه القادمه اللي الدكتور علي هيوافق عليها، هتبقى في وقفه لهذا الموضوع ونشوف تشريعات. يعني يا فندم هتطلع محتاجين تشريعات؟ لا تشريعات، التشريعات بص حضرتك التشريعات موجوده، لكن انا النهارده كيفيه تنفيذ هذه التشريعات مش موجوده. انا هو هي امبارح كانت عايزه تشريع، قول لي كده هي امبارح كانت عايزه تشريع ولا عايزه تعليمات ولا عايزه اي حاجه؟ يعني زي ما ضربت مثل امبارح قلت لو ابن الراجل اي مسؤول في القطر اللي جاي من بورسعيد ده موجود فيه ما كانش هيقدر يوقف القطر، كان لازم هيوقف القطر. العمليه النهارده عمليه قياده صحيحه، عمليه طيب ما هو من امن العقاب يا فندم اساء الادب، احنا عارفين الحكايه دي. طيب هل العقاب عقاب رادع؟ سيب القانون الجنائي ده اللي يهمني، انما القانون الثاني اللي هو القانون ما احنا يمكن من خلال برنامج بتاع سعادتك قانون الخدمه المدنيه عملي. انا عايز اوجه خطاب جواب او اوجه نداء من ساعه معانا سعادتك للسيد وزير التخطيط لما جه في مجلس النواب وقال لك قانون الخدمه المدنيه هيعمل انضباط في الحكومه، ما هو اثر هذا القانون على الحكومه؟ هو تم تطبيقه خلاص يا فندم ولا لسه؟ طبعا مش لايحه حضرتك. ما هو اثر الوحيد اللي ظهر اثره في تطبيق قانون جديد هو وزاره الداخليه ما عملت قانون للامناء والافراد. اعتقد هذا القانون كان قانون رجع جهاز الشرطه لقديمه جدا، طلع عدد كبير جدا لا يصلح من الامناء والافراد خارج الجهاز. انا اعتقد هذا يمكن اول تطبيق لقانون مماثل للخدمه المدنيه هو قانون الشرطه. تمام. في الحركه اللي فاتت يا ريت الناس كلها عملنا ايه، قالوا في الناس اللي ما بتشتغلش تطلع معاش مبكر من 53 و55، فين اللي طلع السنه ولا واحد؟ امال ما كنت بتحط قانون ليه مثلا؟ انا بتكلم سعادتك عشان انت بتقول لي قانون، مفيش القانون لا يوز... ما في دول ما لهاش قانون لكن في سيستم عمل موجود. تمام، مين اللي يحط السيستم ده بقى؟ مين هو؟ الهيئة نفسها وزارة النقل نفسها. الهيئة ووزارة النقل، المفروض السيستم بتكلم ده على تدريب، أنت بتكلم على تدريب. أنا السنة دي اعترضت على أي ميزانية خاصة لمعهد
التدريب بتاع وزاره النقل. الكلام ده مسجل واعتقد انتوا ازحتوه في الاذاعات. نعم. وقلنا المعهد ده المفروض يتلغي. ليه؟ لعدم جدواه. لعدم جدواه. ما بيعملش حاجه. كلامنا مفيش اي مفيش. قلت له تهات لي السنه دي ضربت كام واحد؟ والسنه اللي فاتت ضربت كام واحد؟ ولا واحد. هل انا لو وزير ما الغيش هذا القانون؟ وانا طالبت بالغاء هذا المعهد. يا جماعه ما ينفعش الكلام ده. فلوسنا بتهدر على الارض. تمام. هل هتعملوا يا فندم طلب بإحاطة مثلا او هتقدموا استجواب عاجل لوزير النقل امام مجلس النواب؟ يعني ايه اللي هتعملوه على الارض بقى الفتره اللي جايه؟ انا قلت لسعادتك استجواب طلب عاجل طالما النيابه بتحقق في الموضوع ما تقدرش تحط ايدك فيه. ما تقدرش. احنا بنتكلم احنا عايزين بنقول. قلت لسعادتك انا كل اللي هطلب طالب اللجنه هتطالب بيه انا عايز خطه عاجله مكتوبه ومدروسه بناس متخصصين يحطوا لي ايه اللي هتعمله في السكه الحديد مستقبلا. ما تقوليش عربيات وهتجيب كم جرار وكلام كل الكلام ده يؤدي. عملت طرق بدون رقابه بتموت الناس. حضرتك عايز تشوف منظومه كامله محطوطه، تدريب عماله موجوده، تطوير لوجيستي موجود والكلام ده كله. انا بشكرك جدا سياده النائب على هذه المداخله. وايضا بينضم الينا الان سياده النائب الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مصطفى بكري. سياده النائب الاول صباح الخير وتعازينا لحضرتك ولكل اهالي مصر. صباح الخير نحمد والبقاء لله لكل الشعب المصري في الذين سقطوا بالفعل بالامس وتسببوا في حزن عام لدى كل المصريين. صحيح. كيف نواجه نزيف الدم؟ يعني من المؤكد ان هذا هو السؤال القديم الجديد. هذا السؤال يطرح دائما مع كل حادثه تقع منذ 1993 مرور حادث اسكندريه سنه 1998 وحوادث العياط واسيوط وخليوب والشروق وغيرها من المناطق التي شهدت مثل هذه الحوادث وراح ضحيتها الالاف من المتوفين والجرحى. طبعا هذا الامر الحقيقه يوجب علينا ان نطرح سؤالا اخر، الى متى؟ الى متى يظل الحال هكذا رغم ان الدوله المصريه خصصت المليارات قبل ذلك لتطوير مرفق السكه الحديد. كما هو واضح من خلال تصريحات وزير النقل ومن خلال تصريحات محافظ الإسكندرية الذي قال إن الحادث حدث بسبب إشارة خاطئة أسفرت عن سير القطار المتحرك على نفس قضبان القطار المتوقف. الحقيقة يعني هذا تفسير ربما يكون سطحي للأمور أو ربما يكون يعني هدفه هو لصد حالة تمت في شكلها وفي وقتها الراهن، ولكن الحقيقة أن القضية أكبر بكثير جدا. صحيح. من خطأ بشري يتكرر. القضية هو أنه لا توجد منظومة حقيقية. بالزبط. لا لتطوير مرفق السكة الحديد ولا لوضع الضمانات الكفيلة بعدم حدوث مثل هذه الحوادث. وكل مرة نرسل برجان تحقيق سواء من مجلس النواب او سواء من مجالس سابقة او سواء من الجهات المعنية وتخرج هذه التقارير للأسف. طيب انا هنا السؤال هنا استاذ مصطفى، يعني يمكن في اليابان كان في سيدة كفيفة مرة نزلت المترو ومعرفتش ان ده نهاية الرصيف بتاع المترو فسقطت وماتت يعني. فكان رد فعل الحكومة اليابانية ان هم ما كانوش واخدين بالهم ان في حد كفيف ممكن يحصل له كده، فعملوا كل الاجراءات الوقائية التي تحول دون وقوع مثل هذه الحادثة مرة اخرى، وكتبوا في كل القطارات شكرا لهذه السيدة التي فتحت اعيننا نحن. طيب ده دولة اشتغلت بشكل تطبيقي على ارض الواقع بسرعة علشان لا يتكرر مثل هذا الامر. احنا كل مرة يا استاذ مصطفى بيحصل هذه الحادثة بنطلع نشجب وبندين وممكن بعض الناس بتترفد وبعض الناس بتتحبس وبعد كده نفس الحكاية بتتكرر مرة تانية. عملنا المزلقانات، دربنا سواقين، عملنا اشارات، الكلام كله زي الفل، بس ارض الواقع الحياة زي ما هي يا فندم. للأسف كل وزير يأتي يلقي بالمسؤولية على الوزير السابق ويقول أن المرفق أصبح صعبا
نتيجة تراكمات ومشاكل عديدة ومتعددة سابقة، ولا أحد يريد أن يتصدى ليحسم هذا الأمر. إذا كان الأمر في النهاية بعد 49 متوفي وأكثر من 170 جريح يصل فقط إلى وقف مدير عام التشغيل على الشبكة لمنطقة غرب الدلتا أو مدير عام التشغيل للمنطقة المركزية أو ملاحظ برج خرشد، أعتقد أن هذا الحقيقة ربما يكون تصريح للأمور. إذا كان يعني مستشار وزير النقل لشؤون الصيانة السكة الحديد عندما شاهد المشاهد بالأمن أصيب بغيبوبة وتوفي في الحال، نعم، هذا يؤكد على أن ما جرى أكبر بكثير مما يتصوره أحد، هذه الأشلاء المتناثرة وهذا الحزن الأبدي الذي سيطر على المصريين وهؤلاء الجرحى الذين كانوا يتوجعون ويتألمون وهم ضحايا لهذا الفعل الذي وقع. كل ذلك ألا يستوجب منا بالفعل أن نعلن أن مرفق سكة الحديد يعني مشكل حقيقي والموضوع أكبر من وزير حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث؟ احنا كل سنتين أو ثلاثة أو كل سنة بنفاجأ بحادث ضخم بهذا الشكل، ونعود لنقول والله المزدأنات، والله خطأ بشري. أي خطأ بشري؟ أي خطأ بشري ده؟ لو الملاحظ ده لو رجل متعلم ولديه الخبرة في التعامل مع التكنولوجيا ما كانش ده حصل. برضو هنا يا أستاذ مصطفى كان ملاحظ، احنا لازم نضمن ان يكون السيستم اللي محطوط او النظام اللي محطوط بالضبط يضمن عدم وجود خطأ بشري. بالضبط، يعني حركة تنظيم سير القطارات مفروض تكون بتشتغل بطريقة غير الطريقة اليدوية اللي احنا شايفينها، غير ان ده يدي اشارة او ما يديش. احنا ما بيناش، احنا العلم يتطور والتكنولوجيا تتطور، ولكن للأسف حياة الانسان اصبحت مهدرة في المقابل، فلابد ان نبحث عن حل. وعشان كده يمكن احنا في مجلس النواب داعين لاجتماع لجنة النقل والمواصلات بحضور وزير النقل وكل المعنيين بمرفق سكة الحديد، لازم نشوف حل ولازم نطلع بس للشعب. هنا برضو في طلب تاني يمكن كان بيتقال يا استاذ مصطفى، ان معظم الناس بتطلع بحلول فرديه في 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 فيما يخصها في حتت بعيده عن بعض، يعني مفيش تناسق ومفيش تناغم بين كل جهات الدوله او كل المعنيين بهذا الامر ان هم يقعدوا على ترابيزه واحده ويوجدوا حل واحد ينهي الحكايه. للأسف البعض بيتعامل كأنه جزر معزولة وكل يحمل الطرف الآخر المسؤولية لغاية ما توصل في النهاية لساق القطار وللملاحظ بتاع السك الحديد. لا يمكن النظر لمثل هذه القضايا الخطيرة بهذه السطحية وهذه السذاجة. لازم نقعد كلنا مع بعض ونشوف حل حقيقي متعلق بالمزلقانات، متعلق باستخدام التكنولوجيا، متعلق بحركة السير، كل شيء، كل شيء متعلق بمرفق السك الحديد لابد أن يكون مطروحا على المائدة وأن نصل إلى حلول جذرية وهامة، وأن تكون هناك محاكمة لكل من يتراخى في تنفيذ هذه التوصيات. نعم، أنا بشكرك جدا سيادة النائب مصطفى بكري على هذه المداخلة. طيب خلونا نروح نشوف كده تقرير سريع لزملائنا في مجلة لغة العصر، مؤسسة الأهرام طبعا بيحتفل بيها بصدور العدد 200، أي تأسيس كده منذ 15 سنة. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده وبعد كده نرجع مع الدكتور محمد وهدان وإحنا بنتكلم معاه عن ليه؟ لأن الفساد ده، الفاسد ده حاسس إن رزقه قليل، حاسس إن رزقه قليل، فبيفسد إن هو يجيب فلوس بطريقة شمال زي ما بيقولوا، او هو مش فاهم ان هو فاسد بان هو متكاسل او ان هو مش عايز يشتغل او ان هو مريح شوية، ويمكن صفة التريح شوية دي للأسف ضربة عندنا الجهاز الإداري في الدولة. ياريت الناس ما تريحش اكتر من كده لان احنا خلاص مش طايقين. فاصل ومعانا الدكتور محمد وهدان. بحضور عدد كبير من الكتاب والخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظمت مجلة لغة العصر والصادرة عن مؤسسة الأهرام حفلاً بمناسبة صدور العدد 200 ومرور 17 عاماً على إنشائها. نحن نجتمع اليوم بمرور 17 عاماً على
صدور مجلة لغة العصر وصدور العدد 200. ومجلة لغة العصر هي علامة مضيئة في تاريخ الأهرام، لأن الأهرام تعاد دائما عندما فكر في لغة العصر وفكر في خطاب الشعب المصري والعربي بتكنولوجيا المعلومات كان سباقا كعادته في كل قراراته. فبدأ التفكير عام 2000 في إصدار مجلة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، قادها نفس الفريق الذي قاد المجلة على سنوات سابقة في الجريدة اليومية الأم، وظهرت مجلة لغة العصر سنة 2001. لدينا كوكبة من كبار كتاب تكنولوجيا المعلومات في مصر والعالم العربي الحقيقة، يعني تعاملوا معنا، وأبسط شيء أن نقدمه لهم لغة العصر وأن تقدموا لهم الأهرام هو تكريمهم في يوم الاحتفال بالعدد 200. مجلة لغة العصر زي ما أشار الأستاذ نبيل الطروطي هي من عمر وزارة الاتصالات، والنهاردة بنحتفل بالعدد 200، وهي لغة العصر فعلا. وأنا مبسوط جداً إن كل هذا العدد من الشباب جالس في هذا الاحتفال. مجلة لغة العصر هي مجلة ولدت للتكنولوجيا ولنشر المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، ولدت مع ولادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الارتباط ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحافة ومجلة لغة العصر الحقيقة ارتباط قوي. الارتباط الخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحافة المتخصصة ارتباط قوي جدا، لأن الصحافة المتخصصة ومجلة لغة العصر الحقيقة بتمثل الذراع الهام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نشر الأفكار، في نشر المعلومات الجديدة، في نشر ثقافة هي من أهم الثقافات، ثقافة تكنولوجيا المعلومات وثقافة الاتصالات. احتفالية تؤكد على التواصل بين الأجيال لمجلة تهدف إلى توفير المحتوى المعاصر في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والإنترنت وريادة الأعمال والإبداع. شنودة سعد، صباحك عندنا، قناة المحور.